أهلنا الطيبين الزينين داخل وخارج الوطن الحبيب، مرحب حبابكم عشرة، بنحييكم حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا. حلقتنا الليلة يا إخواننا من ولاية الخرطوم من منطقة أبو آدم، وأبو آدم يا إخواننا هي كانت عبارة عن أراضي زراعية ممتدة فيها سواقي تابعة للأمير سليمان ود علي، والأمير سليمان ود علي واحد من أمراء المهدية، وهو جد الناس الساكنين الكلاكلة، وكان عنده ولد اسمه آدم سموا عليه المنطقة أبو آدم. بعد ذاك تغير اسمها للخرطوم الجديدة، وحتى اسمها الآن أصبح مدينة الفاروق. أولى محطاتنا في أبو آدم أو مدينة الفاروق، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، من حيكم من أبو آدم محطاتنا، وتواصل معاكم في حلقتنا الليلة من أبو آدم، محطة جديدة وسؤال جديد، ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نتواصل معاكم من أبو آدم أو الخرطومة الجديدة أو مدينة الفاروق. كل المسميات يا إخواننا اتمرحلت من مرحلة لمرحلة غير الاسم. نحن سعيدين بأهلنا ناس أبو آدم، ونزعل سؤال يا إخواننا، ونحن سؤالنا دائما نزل سهلة، ودائما ناس المنطقة بجاوبها سريع، يعني ما بنحاول نصعب على الناس اللزلة، ودايرين بقدر الإمكان الناس تفوز معانا، ما تبقى عليكم بقاية الزول المروح. الناس قال لهم يا أخي بزعل فيهم، عامل فيها بيعمل لهم مسابقات زي كده. قال لهم أخواننا كان في صيني طلع القمر، اللي بيحصل شنو الجماعة ديل يقولوا والله يا أخي حيكتشف حاجة، واحدين يقولوا كي، قال لهم لا الصينيين بنقصوا واحد، ما هو طلع فوق نقص واحد، معناه ما إنكم جائزة، يعني الناس يعلوا كده. قال لهم طيب أغير لكم، كان في ياباني طلع القمر طوال، قالوا لي ياباني بنقص واحد، قال له لا بلاقي الصيني الفوق ده. فالزول المدير الناس يجاوبوا بأي طريقة بزوغ منه، لكن نحن دعينا كنت تجاوبوا. طيب نحن قلنا إيه أبو آدم والخرطومة الجديدة والفاروق؟ أول شيء نتعرف عليك أنت. أنا الصادق أحمد حمدين من الصحافة شريك مربع. الصادق مرحبا بك، من أبو آدم مين؟ لا أنا والله بس عامل في المنطقة دي هنا. عامل في النقاش؟ نقاش يعني. أنا نقاش. نقاش. من بدري؟ والله طويل شديد عليه كثير. كم سنة؟ الله زي 10 سنين كده. 10 سنة دي بتكون خبرة. أكيد. طيب نقوشنا أنا منه. أنت محمد موسى. والله يا أخوانا فعلا نقاش. والله نقاش يا أخوانا، 10 سنة ما ضاع الساي. طيب سؤالنا، في عهد منو من الرؤساء غيروا اسم أبو آدم للخرطومة الجديدة؟ عهد نميري. عهد نميري؟ لا لا عمر البشير. طيب لا لا انت تختار واحدة بس. ما في خيارات؟ ما في خيارات؟ ما في خيارات. مكسب الجائزة. خليك على الأولى ولا على الثانية؟ خلينا على الثانية. على الثانية؟ اي. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليك. عباس مرغن عثمان القطينة. القطينة. بس القطينة. مرحبا بك. ساكن في أبو آدم مين؟ لا شغل كهرباء هنا. كهرباء ما شاء الله. طيب كهربنا أنا ونطي. سؤالنا، في عهد منو من الرؤساء تحولت من أبو آدم للخرطومة الجديدة؟ عمر البشير. عمر البشير. نأخذ إجابة نتعرف عليك. سعيد علي جبار محمد. من أبو آدم مين؟ لا لا من السلمة. سلمة هاموية برضو ولا شو؟ لا سباكة. هاي سباكة ما شاء الله يا أخوانا، يعني نحن محظوظين نلاقي العمال من الصباح كده وهم مارقين على شغلهم. في عهد منو من الرؤساء اتسمت الخرطومة الجديدة؟ جعفر محمد نميري. جعفر محمد نميري. محمد نميري. نأخذ إجابة نتعرف عليه. يوسف مصطفى. يوسف مصطفى. من وين يا يوسف؟ من صنقعد. صنقعد. في عهد منو من الرؤساء سمت الخرطوم الجديد؟ في عهد نميري. عهد نميري. نتعرف عليك. حمد النيل عبد الرحمن. حمد النيل. حمد النيل من وين؟ من ابو ادم. ابو ادم. انا حياة ادم، لقينا انا زول من ابو ادم يا اخواننا. في سنه واحده، اول سنه هنا في ابو ادم. اول سنه جديد؟ نعم. كرتونه. كرتونه. ما شاء الله طارق. ان شاء الله لقيت ناصي. الله يرى ناصي ولا هنا. طيب سؤالنا، في عهد منو من الرؤساء سمت ابو ادم الخرطوم الجديد؟ نميري. نميري. نتعرف عليه. المعز إدريس محمد أحمد أبو آدم مربع ستة. مربع ستة. في عهد منو من الرؤساء سمت أبو آدم الخرطومة الجديدة؟ الإمام الصادق المهدي. الإمام الصادق المهدي. نأخذ إجابة نتعرف عليك. أحمد النور قسم السيد أبو آدم مربع خمسة. مربع خمسة. هي أول شيء فيها كم مربع أبو آدم؟ 13 14 مربع. 14 مربع. أي. أسمع مربع مربع. خمسة. خمسة ده بتاعكم. أي. الله ما شاء الله ما بتلحق. طيب سؤالنا، في عهد منو من الرؤساء استمت الخرطومة الجديدة؟ عمر البشير. عمر البشير. نأخذ إجابة ونتمنى لك العرب عليه. محمد آدم مصطفى محمد من الجزيرة. الجزيرة. في عهد منو من الرؤساء استمت الخرطومة الجديدة؟ عهد الرئيس جعفر نميري. جعفر نميري. نتعرف عليه. عبد الباقي علي طاير.
ده الباقي مرحبا بك. من وين؟ من ابو ادم مربع خمسة. مربع ده اسمح مربع صح؟ نعم اسمح مربع. ما شاء الله عرفت المعلومة دي. طيب في عهد منه من الرؤساء اتغيرت للخرطومة الجديدة؟ في عهد البشير. البشير ناخذ اجابة. مرحبا بك عمنا. شغل لطيف يا اخي. كيف الصحة يا اخي؟ ان شاء الله انت طيب يا اخي. اتعرف عليك منو؟ مدني محمد علي. مدني محمد علي من ابو ادم يعني؟ من ابو ادم. طولتها؟ طولتها. ليك كم؟ لي 18 سنة. 18؟ هاي. والله ما كثيرة. هاي ما كثيرة. ما كثيرة. كنت وين أول؟ كنت في أركويت وفي الصحافة. صحافة وأركويت محلات الترطيبة بغادي. الترطيبة. ولسه كنت هنا برضه يا دمارة وجيت هنا بنيت بيتي ذا قبل هنا. ما شاء الله. دي هنا ملك. ملك. ما شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية. هاي. وإن شاء الله السنة الجاية نجي نلقى طابقين فوق. إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. وفينا ما أعرف أنا الصحافة والإعلام كنا معاك. شغال في وزارة الثقافة؟ مدري هاي. كنت شغال في الثقافة؟ ايوه. ما شاء الله ديل اخواننا ناس الثقافة والناس القدام. واشتغلت في الثقافة من سنة كم؟ 65. 65؟ 65. ما شاء الله تبارك الله. يا اخي نحن سعيدين نلاقيك هنا في ابو ادم. وسؤالنا في عهد منو من الرؤساء يعني يتغير اسمه للخرطومة الجديدة؟ الخرطومة الجديدة؟ ابو ادم غيروها سموها الخرطومة الجديدة. ابو ادم؟ هاي. ما الخرطومة الجديدة هي كانت براءة طبعا. الخرطومة الجديدة دي من زمن بدري جدا يعني من الأحزاب. بعهد منو من الرؤساء؟ ها؟ عهد عبود. عبود؟ عبود عبود. عبود. أيوة. بعهد عبود. طيب ناخذ إجابة. متواصلين معاكم نتعرف عليه؟ خالد العميد محمد نور. من أبو آدم؟ أي نعم. مرحبا. مربع كم أنت؟ مربع خمسة. خمسة. لكن الآن في الشقيلاب. الشقيلاب. أيوة مودة. مودة؟ الشقيلاب محطة مودة. محطة اسمها مودة. نعم. أنا قلت يمكن غيرها بس اسمها مودة ولا شنو؟ لا ما محطة مودة. وكنت هنا في يا سلام. الله يا سلام. الله. وهنا ناس أبو آدم ناس مودة. أي نعم. والله أنتم من مودة لمودة. من مودة لمودة. لحد محطة مودة. لحد محطة مودة. طيب سؤالنا في عهد منو من الرؤساء غير اسمه للخرطومة الجديدة أبو آدم؟ غايته لأنه الناس هنا سبقوني باثنين البشير وأنا بختار سوار الذهب. اختار سوار الدهب. عبد الرحمن محمد حسن سوار الدهب. سوار الدهب دي ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليه. عثمان محمد احمد الكلاك للقلعه. الكلاك للقلعه. سؤالنا في عهد منو من الرؤساء سمت الخرطوم الجديد؟ في عهد الرئيس الاسبق الله يرحمه جعفر نميري. جعفر نميري. نتعرف عليه. منصور محمد موسى. ها؟ منصور. منصور منو؟ منصور محمد موسى. يا زول. ايوه. قلت من قرب. الاسم مقرب يطابق لك. والله يقرب يطابق. أيوة. انت عارف كان طابق انا كان شلت منك البتجاه. والله كان اقول عقل اقول لك انا انت محمد نوسى اديني البتجاه. أيوة. منصور محمد نوسى مرحب بك وانا سعيد نلاقيكم في ابو ادم. في عهد منو من الرؤساء سموها الخرطوم الجديد؟ والله الظاهر الرئيس الاسبق نميري. نميري. طيب ناخذ اجابه نتمنى لك التوفيق. متواصلين معاكم نتعرف عليك. الاسم ورناصر على ورناصر الشماليه جزيره بدين. مرحب بك. ساكن في ابو ادم هنا؟ اي مربع خمسه. مربع خمسة. في عهد منو من الرؤساء سموها الخرطومة الجديدة؟ والله عبود. في عهد؟ عبود. عبود ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. متواصلين معنا نتعرف عليه؟ عبد الرحمن خالد الأمين. عبد الرحمن. طيب في عهد منو من الرؤساء يتغير اسمه للخرطومة الجديدة؟ أقول صادق المهدي. صادق المهدي. طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. طيب مرحبا بكم سعيدين نتواصل معاكم من أبو آدم أو مدينة الفاروق. سعيدين بهنا ناس أبو آدم. عرفنا منه معلومات كثيرة إنه في 14 مربع. عرفنا حسب كلامه هنا إخواننا دانا ناقل على لسانه مربع خمسة ده أصبح مربع. سألنا في عهد منو من الرؤساء يتغير اسمه للخرطومة الجديدة. أول زوج قال إجابة صح بيكسب معانا جائزة. أنت منو؟ سعيد علي جبار محمد. سعيد علي جبار محمد. سعيد علي جبار محمد. يا إخواننا في عهد الرئيس الأسبق الراحل المقيم جعفر محمد نمير. صفقة لسعيد حارة يا إخواننا. مبروك عليك جائزة مقدمة من قناة شروق نمشة العربية. بنحيي أخونا سعيد ونحن سعيدين به وإن شاء الله هو يكون سعيد بالجائزة. سعيد فاز معانا ببوتجاز مقدم من قناة شروق. صفقة للسعيد أخوان. مبروك. نفتح العربية بسم الله. مبروك عليك.
حبيكم بنحييكم من ابو ادم، حلقه الليله من ابو ادم من الخرطوم يا اخواننا، محطاتنا متواصله، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم من ابو ادم، ونحن مع نساء ابو ادم، خالاتنا واخواتنا وبناتنا في ابو ادم، نحن سعيدين بهم كثير. اول شيء نعرفك اسمك منو خالد؟ قسمه علي البدوي. ها؟ قسمه علي البدوي. اسمه؟ قسمه. قسمه. قسمه وارادتنا وظروف جماعتنا. يا سلام، ما سمعت الفنان قال شنو؟ قسمه وارادتنا وظروف جماعتنا. خالتنا قسمه مرحبا بك، نحن سعيدين نكون معاكم في ابو ادم. ساكنه يا تو مربع هنا؟ ساكنه المربع هنا بخمسه. بخمسة، وعرفنا سموها ابو ادم علي ادم والدلامير سليمان ودعلي، من زمان المهدي الكلام ده. طيب انا داير ازالك سؤال، بزالك ليه وتي وللناس كلهم، بعد ذاك بمر عليكم واحد واحد. سكنتي بدري هنا؟ لا لا، جيتوا جدان. هاي يعني ما من سكان المنطقه يعني. لا لا. كيف ابو ادم لقيتوها؟ كويس والله، ناس طيبين ومدعونين. تمام، متداخلين وهل. هاي تمام والله، ما شاء الله. طيب ابو ادم دي بتتبع ليات وحده اداريه جبل؟ ما عارفه. ما عارفه يا وحده اداريه؟ لا لا، درج الخيارات. هاي طيب خلي بعد نرجع الخيارات، اول شيء نتعرف عليك منو؟ ام الحسن موسى عثمان. ام الحسن موسى عثمان. من ابو ادم؟ من ابو ادم، من سنه 69. 69. ايوه ما شاء الله. ما ها؟ اقدم ناس. اقدم ناس. واسمك؟ ام الحسن موسى. ام الحسن اخواننا، دي ام الحسن من الناس القدام، ام سنة ذهب. شفت الخجل، السن دخلت خلاص، السن جايين مارقه برسه، دخلت في الضحكه دي. ام الحسن مرحب بك، سكنتوا سنه كم؟ نحن سنه 69. 69 جيت ويني؟ ايوه. الوقت ده كانت شويه البيوت. خاله خاله والله والله، حتى ثلاثه بيوت، ثلاثه بيوت بالعدد. ثلاثة بيوت. ايوه الحين كلها ثلاثة بيوت. ايوه والله ما شاء الله. نشوف يا حدي لا ظلت، نشوف رجلين. ليه ظلت بتاع الكلام؟ ايوه ما في سهل ساي. سهل ساي. لكن كنت اهل ولا اي زول من جهة؟ والله كل زول من جهة، لكن كله زي الاهل. زي الاهل. ايوه الحمد. طيب بتتبع ليات وحدة ادارية؟ جبل اولية طبعا. جبل اولية؟ ايوه. احنا ما قلنا المحلية جبل اولية، ليات وحدة ادارية. وحدة الكلاكلات. كلاكلة ياتا؟ كلاكلة شرق. كلاكلة؟ شرق. شرق، كده ناخذ إجابة. تعرف عليك؟ مزاهر قسم السيد. مزاهر مرحبا بك، أبو آدم مربع كم؟ مربع هنا ده ساكنة مؤجرة أنا غايته، مربع خمسة. خمسة. ليات وحدة إدارية تتبع مدينة الفاروق أو أبو آدم؟ محلية الكلاكلة. محلية الكلاكلة ياتو كلاكلة. كلاكلة شرق. شرق؟ طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. تعرف عليك؟ أهلاً وسهلاً، الاسم مجيدة خالد. من ياتو مربع حين؟ من ود عمارة. ود عمارة، انتوا جيران ابو ادم، بيناتكم زلط؟ ايوه بيناتنا زلط بس. طيب تتبع لياتو وحده اداريه ابو ادم؟ محليه الكلاكلات. محليه الكلاكلات؟ ايوه. هي محليه جبل اولية لكن ياتو وحده اداريه. الكلاكلات. الكلاكلات؟ طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك تفضلي. مرحبا بك، نتعرف عليك. من ابراهيم عمارة. منو؟ من ابراهيم عمارة. مرحبا بك، من ابو ادم مني؟ ود عمارة شرق. ود عمارة. انتي ود عمارة جدك زادو؟ جدنا. ما شاء الله، انتوا سياده البلد يعني. سياده البلد والله. ما شاء الله تبارك الله، ناس ود عمارة جونا بالثياب المشدره والمورده وال سياده الله. ما شاء الله عليك ان شاء الله. طيب سؤالنا، اللي هي وحده اداريه تتبع مدينه الفاروق؟ الكلاكله شرق. كلاكله؟ اي شرق. ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. طيب متواصلين معاك، نتعرف عليه؟ اخلاص المبارك عمارة. اخلاص مرحبا، من ود عمارة؟ نعم. ما شاء الله، هو جدكم؟ نعم. طيب ليات وحدة إدارية تتبع مدينة الفاروق؟ مدينة الفاروق ولا مدينة الفاروق؟ وحدة الكلاكلات. الكلاكلات؟ أي. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك منو؟ إزار عبد الرحيم إبراهيم عمارة. مرحبا بك، من ود عمارة؟ أي. أنتوا بيناتكم، أنتوا كلكم قطعتوا الزلط صح؟ لا لا. أنت لقيناك هنا؟ أي. ما شاء الله، جماعة اللي من ود عمارة من بغادي. طيب سؤالنا، مدينة الفاروق بتتبع ليات وحدة إدارية؟ وحدة الكلاكلات. الكلاكلات. طيب ناخذ اجابه، نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نادي عبد الرحيم الامين من ابو ادم مربع خمسه. مربع خمسه نادي، مرحبا بك، من الناس القدامى. من الناس القدامى. اي. طيب انا قبل ما اسالك السؤال، انا نساء ابو ادم عندكم جمعيات هنا، عندكم مشاريع في الاجازات دي، عندكم بتعملوا دراسه كورسات محوميه حاجه زي؟ عندنا جمعيات، وعندنا يعني عندنا جمعيات خيريه برضو، عندنا صناديق خيرية،
يعني متعاملين كويسين، المعاملة حلوة في أبو آدم، النساء بالذات يعني ما شاء الله. يعني جمعيات نسوية بتاعت نزوان؟ عندنا هم اللي بيلموا القروش. أيوة عندنا جمعيات خيرية، وعندنا جمعيات يعني في كل أسبوع في بيت واحدة يعني برضو. دي صرفة. دي صرفة. أي زي صرفة يلموا القروش يدنا عليها. طيب الجمعيات الخيرية بتلموا القروش ليشنو؟ عشان تعملوا شنو؟ يلا لو عندنا وفاة حصلت وفاة يعني بنقوم بمراسم، بعد الناس يمشوا مراسم الدفن بيلقوا الوجبة حقتهم جاهزة، النسوان حقنا الجمعية بيقوموا بالوجبة دي ذاتها، يعني بنشيل لنا سلبكة وجبة، كان فطور كان غدا وكان عشاء في نفس اليوم، اليوم الأول يعني بتاع البكا. يعني تخلوا لمن يعني عدلوا ذاته يجهزوا وكدي، يعني مسافة الجوطة دي الأولى دي تكون أنتوا عملتوا لها. ما شاء الله تبارك. أيوة. إن شاء الله ربنا يوفقكم ويديكم العافية. لأتويح إدارية تتبع مدينة الفاروق؟ يلا هي بتتبع هي محلية جبل أولية بتتبع للكلاكلات. الكلاكلات. أي. طيب ناخذ إجابة منك التوفيق، تفضل تعرف عليه. مريم سليمان حامد. منو؟ مريم سليمان. مريم مربع كم؟ مربع ستة. ستة. لأتويح إدارية تتبع مدينة الفاروق؟ محلية الكلاكلة. الكلاكلة. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. شراغة عوض الطيب. شراغة عين على الكاميرا هناك. شراغة مرحب بك. مربع كم؟ مربع تزعة. مربع تزعة ابو ادم. ابو ادم. طيب سؤالنا اللي هات وحده اداريه تتبع مدينه الفاروق. وحده الكلاكلات. الكلاكلات. نتعرف عليك. سلوى يوسف ابو عقل. سلوى مرحب بك. من ابو ادم؟ من ابو ادم. هاي مربع خمسة. مربع خمسة المرطبين. ما شاء الله تبارك. طيب سؤالنا اللي هات وحده اداريه تتبع مدينة الفاروق. اللي وحدة أبو آدم هي تابعة لأبو آدم من هاي مدينة الفاروق. تابعة لأبو آدم. هي هاي مربع في أبو آدم مربع خمسة. لا يا وحدة إدارية. الكلاكلات. الكلاكلات. طيب ناخذ إجابة نتمنى لك التوفيق. مرحبا بك نتعرف عليك. تسلم. مفيد الفاضل. مفيد الفاضل. مرحبا بك. مربع كم في أبو آدم؟ خمسة. خمسة. لي وحدة إدارية تتبع مدينة الفاروق. وحدة الكلاكلات. الكلاكلات. طيب ناخذ إجابة. متواصلين معاك نتعرف عليك. ناري محمد حاج. ناري محمد حاج. في مربع كم انتو؟ اسكا خمسة. ما في ابو ادم. ما في ابو ادم؟ وين انتو؟ اسكا خمسة. مرحب بك. نحن سعيدين نلاقيكم في ابو ادم او مدينة الفاروق. تتبع ليات وحدة ادارية؟ لفة شري. ها؟ محلية الكلاكلات. الكلاكلات. طيب ناخذ اجابة. اتمنى لك التوفيق. طيب مرحبا بكم. نحن سعيدين نتواصل معاكم من ابو ادم او مدينة الفاروق مع اهلنا الطيبين. أهنا ناس أبو آدم وناس ود عمارة وناس الكلاكلة، كلها المنطقة واحدة تفصل الشوارع يا أخواننا. وسألناهم عن الوحدة الإدارية التابعة عليها مدينة الفاروق، قلنا هي محلية جبل أولية الدائرة 42، لكن ليات وحدة إدارية. أول زول قال إجابة صح بيكسب معانا. والنسوان طبعا يا أخواننا بريدنا القروش يعني. والله بريدنا. أي أسمع كلامين بريدنا القروش. فقالوا ده واحد واحدة عرست. بعدين قالت للراجل بعد ما عرست الراجل النوع الشيطان ذاك بيعرف يمرق من المضبات دي، قامت قالت له انت عندك قروش ان شاء الله؟ قال لا والله جنيه ما عندي. ها؟ قالت لا والله جنيه ما عندي. قالت له لكن بقى الزمن ده كله ما كانت تقول لي قبل العرش، كانت تقول لي كانت توريني اعرف راسي من قاري، يعني ما ممكن نعرف الحاصل شنو وريني. قال لها انت طيره، انا مين عرستك؟ بقول لك انا ما عندي حاجه في الدنيا دي غيرك انت تشيلي تضحك زي لك شنو؟ انا ما عندي غيرك انت، تاني يبقى لي بامر قبض جنيه ما عندي. انت منو؟ انا ام الحسن موسى عثمان. ام الحسن من الناس القدام اجوا هنا سكنوا البلد فيها ثلاثه بيوت يمشوا للزلط بيكري عينهم. دي ام الحسن المره الطيبه دي فازت معانا بجائزه، هي تابعه لوحده الكلاك لشرك. ام الحسن فازت بخلاطه مقدمه من غناش رخ. صفقوا لها صفقه حاره. مبروك لام الحسن. بنبارك لخالتنا ام الحسن وقالت في السخانه دايره مكيف، والله المكيف ما في لكن اخلتي واشربي. اخلتي البارد واشربي وبريحك في السخانه دي. فازت معانا بخلاطه مقدمه من غناش شروق. نصفق لها صفقه حاره يا اخوانا. مبروك عليها. مبروك عليها. مبروك عليك يا اخوانا. مرحبا بكم. تتواصل محطات معاكم في حلقتنا الليله من ابو ادم، محطه جديده وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم. تتواصل محطات معاكم. نحن ما زلنا في ابو ادم، نحن الان في مربع أربعة، سعيدين باهلنا ناس مربع أربعة نلتقيهم. ونحن بنسال السؤال يا اخواننا، عاده اللي عارف الاجابه يسكت لحد ما الدور يجي. نتعرف عليك منو؟ محمد احمد محمد اسماعيل. من وين؟
ولاية الجزيرة قرية ودادم ريفي 24 الغرشي. ساكن في أبوعدم مين؟ لا زيارة. نعم. طيب احنا في يا اخواننا كوبري بيقع بالغربة من المنطقة من منطقة أبوعدم، ساهم في انتعاش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، ونعرف تماما يا اخواننا المعلومة اللي عندنا الخطة الإسكانية أصلا بدأت في أبوعدم من 1977. لكن نحن دايرين نعرف الكوبري ده اسمه شنو؟ كوبري اللاماب. كوبري العزاب. كوبري العزاب. العزوزاب. نعم. طيب ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق نتعرف عليه. معك مصطفى عبد المايد محمد. من وين يا مصطفى؟ أصلا من منطقة أبقوتة. ساكن وين يعني؟ ساكن أبو آدم مربع أربعة. مربع أربعة. الكوبري اسمه شنو؟ كوبري الدباسيين. الدباسيين. أنا أتعرف عليه. هيثم عوض. هيثم عوض. نعم. من أبو آدم مين؟ من أبو آدم. أبو آدم مربع كم؟ مربع تسعة. تسعة. الكوبري اللي بقى قرب ابو ادم ساهم في انتعاش المنطقه اقتصاديا ايش مجنو؟ كوبري الدباسين. الدباسين. اتعرف عليه؟ الطيب عمر. الطيب عمر. ريال مدريد الاسباني. نعم. صح ولا برشلونه؟ برشلونه. برشلونه. نعم. ساكن مربع كم؟ والله شغال هنا بس في ابو ادم لكن ما من هنا، من كوستي. من كوستي. طيب الكوبري القريب من ابو ادم ده ايش مجنو؟ الدباسين. ها؟ الدباسين. الدباسين. اتعرف عليه؟ كمال السر من أبو آدم هنا مربع أربعة. مربع أربعة. الكوبري اللي بيقع بالغربة من أبو آدم اسمه؟ كوبري الفتيحاب. كوبري الفتيحاب. أتعرف عليك قبل على الكاميرا. فهمي علي عبد الله. فهمي. مبروك الفني لك. الله يديك العافية. كرتي كرتي ولا صح؟ أول فشة ليا؟ لا مبارع بس. مبارع؟ أي. ما ضاقت غسلة؟ لا ضاقتها، ضاقتها مبارع بالليل بصابونتيري. والله ما شاء الله تبارك. يظن إنها بتندعيك يومي تلبس الصباح. ما شاء الله. بطاقة شخصية ولا فانيلي؟ لا لا. طيب يا فهمي مربع كم انت ساكن؟ ساكن مربع خمسة. خمسة. الكوبري اللي بيقع جنب ابو ادم اسمه شنو؟ كوبري الدباسين. الدباسين. طيب ناخذ اجابة، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. طيب محمد عبد الله احمد حمد. مربع كم؟ أربعة. أربعة. الكوبري اسمه شنو؟ الدباسين. الدباسين. طيب ناخذ اجابة، نتعرف عليك. عوض الكريم حسن علي. من مربع كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الكوبري اسمه شنو؟ الدباسين. الدباسين. ناخذ اجابة، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليك. زدين ادم. زدين. مربع كم؟ 11. 11. طيب الكوبري اسمه شنو؟ الدباسين. الدباسين. ناخذ اجابه نتعرف عليك. اسامه محمد. اسامه من مربع كم؟ انا من صنقعت لكن جيت زياره لاختي هنا في ابو ادم. ما شاء الله تبارك. ان شاء الله ربنا يديم المحبه ويديم الزياره. ان شاء الله. عافية. طيب سؤالنا، الكوبري اللي بقى قريب ابو ادم ساهم في انتعاش المنطقه اقتصاديا واجتماعيا ده اسمه شنو؟ اسمه الدباسين صالحه. دباسين صالحه. دباسين صالحه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. حاتم خليل. حاتم. مربع كم؟ مربع خمسة. خمسة. الكوبري اسمه شنو؟ والله الدباسين الصالحة برضه. دباسين الصالحة. ناخذ إجابة، أتمنى لك التوفيق، تعرف عليه؟ مجتبى حسن. منو؟ مجتبى حسن. مجتبى من مربع كم؟ مربع أربعة استثمار. أربعة. مرحبا بك. الكوبري اللي بقع قريب من أبو آدم هنا اسمه شنو؟ دباسين. 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 ناخذ إجابة، نتمنى لك التوفيق. مرحبا بكم، متواصلين معاكم، نتعرف عليه؟ عمر عارف عبد المنعم. عمر عارف. عارف اللي جابه ولا ما عارف؟ عارف عارف. عمر عارف يا اخوانا، ان شاء الله يطلع عارف. عمر مربع كم؟ مربع خمسة. خمسة. الكوبري اسمه شنو؟ كوبري الدوازين. الدوازين. طيب ناخذ اجابه. سيفو ميدان. مرحبا بك. من ابو ادم؟ اي من ابو ادم. مربع كم؟ مربع أربعة. أربعة ما شاء الله. دي هندرمه؟ لا لا، دي بشيل فيها مويه. بشيل فيها مويه. انا والله هجمي لما مطقت هندرمه. كمان قلت لك طلعت حقه الكركديه ديك حلي وكده. بعد ما طموس انا تتفها كده في الكيس، تتفها كده عشان بعدين ما تقرقش. دي ما زمن مباراه يا اخوان، نفس الايس كريم جاء. طيب كوبري بقع جنب ابو ادم هنا ساهم في انتعاش المنطقه دي، اسمه كوبري شنو؟ دباسين. دباسين. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. طيب متواصلين معاكم، نتعرف عليه. وائل عوض بابكر. من مربع كم؟ مربع خمسه. خمسه. طيب كوبري بقع بالغرب من ابو ادم اسمه شنو؟ كوبري العزوزاب. العزوزاب. ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق. طيب متواصلين معاكم، نتعرف عليه. علي احمد محمد قرد. من مربع كم؟ من الجبره مربع 15. طبعا 15 جبره. شغال هنا؟ هاي شغال هنا. طيب سؤالنا، في كوبري بقع بالغربه من المنطقه دي اسمه كوبري شنو؟ اسمه كوبري الدباسين. الدباسين. طيب ناخذ اجابه، نتمنى لك التوفيق، نتعرف عليه. معك حسن ابراهيم هذا. من مربع كم؟ في وضع عجيب. من وضع عجيب. اي ماشي. جيران بيجاي. اي. طيب سؤالنا، في مربع بقع يا كوبري بقع قريب من ابو ادم ساهم بانتعاش هذه المنطقه اقتصاديا واجتماعيا، ده كوبري شنو؟ كوبري اسمه صالح. ها؟
رسالة. ربيع حسن عطل المنان. ربيع مرحب بك، من أبو آدم ربع كم؟ لا ما من أبو آدم أنا. من وين؟ جاي عبر طريق من أم عشر. أم عشر؟ أيوة. مرحب بك، نحن سعيدين نلاقيك في أبو آدم. الكوبري ده اسمه شو؟ ده كوبري الدباسين. دباسين، تعرف عليك؟ علي عبد الغفار أحمد. منو؟ علي عبد الغفار أحمد. علي من مربع كم؟ مربع ثلاثة. ثلاثة، الكوبري اسمه شو؟ كوبري الدباسين. الدباسين، طيب ناخذ إجابة. مرحب بكم، متواصلين معاكم، نتعرف عليك. الزين بشار هارون. من مربع كم؟ مربع اثنين. اثنين، الكوبري اسمه شنو؟ كوبري الدباسين. الدباسين، طيب ناخذ اجابه. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين في محطتنا دي، نسال عن كوبري يقع بالغرب من ابو ادم. قلنا ساهم في انتعاش هذه المنطقه اقتصاديا واجتماعيا، وقلنا الخطه الاسكانيه في ابو ادم بدات 1977. اول زول قال الاجابه الصح بيكسب معانا الجائزه، وده داير الجائزه، وانا كوستا داندرما. واي زول يا اخواننا داير حاجه براو بيفهموا. فدي ذكرني شافع رباطه مسلط، الاستاذ ساله قال له يا اخي كان جابوا لك خيارين المال والعقل، تختار شنو؟ قال له بختار المال. قال لي ده غلط يا ابني، لازم انت تكون فاهم تختار العقل. العقل ممكن يدرك المال ولكن ما ممكن تختار المال. قلت انا يا ابني، طبعا زلاو والشافعي يتحبك حنبيكه وشوف عينه فيه، انا يا ابني لو خيروني حختار العقل. قال له استاذ يزول بيختار الناقصه. بدل ما في ما فوق ثاني راجع، والرباطات ما بيلحقوا يا اخوانه. مصطفى يا اخواننا اول زول قال الاجابه الصح كوبري الدباسين. مصطفى فايز معنا بجائزه مقدمه من غلاء الشروق. صفقه حاره لمصطفى يا اخوانه. والله مصطفى لا عارفين انه فاز، لا عارفين انه جاب جول. طيب مبارك لاخونا مصطفى الفايز معنا في محطتنا دي. مصطفى فايز معنا بكيسين داندرما مقدمات. شكرا برضو لقناه الشروق يعني. الله يديك العافيه. والله كوسنا لك البارد ما لقينا. مصطفى فاز معنا ببوتجاز مقدم من قناه الشروق. صفقه يا مصطفى. مصطفى نفتح العربي. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ابو ادم، محطه جديده وسؤال جديد ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ابو ادم. نحن معاهنا في ابو ادم هنا ده مربع كم؟ لا مربع ثلاثه. مربع ثلاثه في ابو ادم. القبيل قلنا يا اخوانا سالنا مين، قالوا 14 مربعين. نحن في مربع ثلاثه ونبدا نسالك منو انت؟ عرجون موسى. منو؟ عرجون. عرجون موسى. اي مرحبا بكم من مربع ثلاثه هنا. اي طيب انا بسال سؤال للجميع، العارف الاجابه خشمه عنده لمن يجيه الدور يقول زول هناك يشيف هذا الباج جائزه، عشان كده خلاه لمن يجيك الدور عندك. في مستشفى مصدق انشاؤه في ابو ادم في مساحه 4500 متر مربع، مقترح يعني انه دارين يعملوه، مصدق انشاؤه خلاص، اسمه مستشفى شنو؟ لا والله ما عندي فكره. درج الخيارات. لا ما عندي فكره. درج الخيارات يعني ما عندك اجابه يعني. طيب نتعرف عليك من وين؟ الله يبارك فيك، اسمي نايل الضوء. مرحبا بك. المستشفى المصدق انشاؤه في ابو ادم اسمه شنو؟ مستشفى درج الخيارات. درج الخيارات. طيب نرجع الخيارات، نبدا بالشباب، نتعرف عليك. يوسف رجال الله. من مربعكم؟ والله انا من درمان الثوره. درمان الثوره. مستشفى مصدق انشاؤه في ابو ادم مين اسمه شنو؟ والله انتظر الخيارات احسن. خيارات، نتعرف عليك. معتصم محمد زين. معتصم من مربع كم؟ من ثلاثة. ثلاثة. المستشفى ده اسمه شنو؟ والله ننتظر الخيارات بس. خيارات يا اخوان، انتوا ما من ابو ادم، نتعرف عليك. صمان الحاج. ها؟ صمان الحاج. من مربع كم؟ مربع اثنين. اثنين، ابو ادم. المستشفى اسمه شنو؟ نرجى الخيارات. نرجى الخيارات. يا اخوان الناس ما يفتكروا انه المستشفى اسمه نرجى الخيارات، نرجى الخيارات هون دارين يرجوا الخيارات، نتعرف عليك. طه حسين. طه حسين مربع ثلاثة. مرحب بك من مربع كم؟ خيارات. ها؟ الخيارات، ارجع الخيارات. المربع مربع كم؟ مربع ثلاثة. الخيارات. ما عندك إجابة. طيب نتعرف عليه. أحمد عباس علي أحمد. أحمد عباس. من مربع كم؟ من مربع ثلاثة. ثلاثة. مستشفى مصدق بإنشاؤه في أبو آدم في مساحة 4500 متر، اسمه شنو؟ مستشفى جديد تابع لكوبري الدباسين. اسمه شنو المستشفى؟ مستشفى الحي الراغي جنب كوبري الدباسين. الحي الراغي، ناخذ اجابه.
قدرنا نتعرف عليك منو؟ عبد الله عمر حامد. عبد الله عمر كم؟ ساكن كلاكلة شرق. كلاكلة شرق. المستشفى المقترح ده أول مصدق إن شاءه في 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 أبو آدم اسمه شنو؟ مستشفى أبو آدم التخصصي. أبو آدم التخصصي. نأخذ إجابة نتعرف عليك. عبد الله المصري محمد إسماعيل. عبد الله مرحبا بكم، مربع كم؟ مربع أربعة. مربع أربعة. المستشفى المصدق إن شاءه ده اسمه شنو؟ إبراهيم شمس الدين. إبراهيم شمس الدين. نأخذ إجابة نتعرف عليك. محمد بشير محمد. محمد بشير. مستشفى اسمه شنو؟ مكة للعيون. مستشفى مكة للعيون. مكة للعيون. بعكم مربع ثلاثة. المستشفى اسمه شنو؟ مستشفى السلام. السلام. نأخذ إجابة نتعرف عليك. مجدي شريف. مجدي مرحبا بك، مربع كم؟ مربع أربعة. أربعة. مستشفى مصدق إنشاؤه في أبو آدم اسمه شنو؟ مستشفى اليرموك. اليرموك. هاي. نأخذ إجابة نتعرف عليك. محمد الرشيد أحمد. محمد الرشيد. من مربع كم؟ ثلاثة. ما شاء الله. تنبوش شديد جيبه من إسراء. الله يحفظه يا إخوان. إن شاء الله ربنا يدينا العمر نجي عقيدة. إن شاء الله. ونقعد في الصيوان ومسك اللباريك. وبعد الغداء مسك الكشي. إن شاء الله. ما بعوي. ربنا يدينا العافية. مستشفى مصدق إنشاؤه في أبو آدم في مساحة 4500 متر دي اسمه شنو؟ يا مستشفى اليرموك لكن غسيل الكلى. اليرموك؟ أي غسيل الكلى. لغسيل الكلى. طيب نأخذ إجابة ممكن هناك التوفيق. نتعرف عليك. محمد أحمد إسماعيل. محمد أحمد إسماعيل. دي قروشك؟ هاي قروشي. ما شاء الله تبارك. ده المرتب ولا شنو؟ ده المرتب لسه فيه هنا برضه. لسه فيه؟ هاي. آه اخوان مزوي؟ ما مزوي. اشوف ناس الحين يعرفوا الحاصل يا اخوان. لا انت ما عرفت في قروش هنا ودي قروش. بعدين ال 50,000 دي طبعا السودانيين بيسموها منظم ضربات الغلب. لا يا زلمه البقر. هاي رايك انت؟ دي السمين الفئه اللحم الكثير. ايوه. طيب المستشفى المصدق انشاؤه هنا اسمه شنو؟ نعم. مستشفى مصدق إنشاؤه في أبو آدم في مساحة 4500 متر. والله ما عندي فكرة. ما عندك فكرة؟ نتعرف عليك. أبو ديار. حي عبد الله. مرحب بك. المستشفى ده اسمه شنو؟ مستشفى أتوقع إنشاؤه مصدق. اليرموك. اليرموك. نعم. نأخذ إجابة نتمناك. نتعرف عليك. الله حمد زين عبد الله. مربع كم؟ جبل أولية تريحة البيجة. تريحة البيجة جبل أولية. السمك رخص هنا. الله تعالى ليس الله يديك سمك اسكوس. والله العظيم. بس كنت تعال هناك. بلطي ولا شنو؟ بس اللي بيعجبك. عجل وبلطي وساوي. كله اللي بيعجبك. يا اخي ربنا يديك العافيه. ما بتقصروا. مستشفى مصدق انشاؤه هنا في ابو ادم اسمه شنو؟ اليرموك. اليرموك. ناخذ اجابه. الماسة انه. محمد. مربع كم؟ مربع اربعه. مربع اربعه. مستشفى مصدق انشاؤه في ابو ادم اسمه شنو؟ مستشفى الفاروق. الفاروق. ناخذ اجابه نتعرف عليه. شاب الدين قسم الله. من مربع كم؟ من جبل أولية تريحة البيجة. تريحة البيجة. المستشفى اسمه شنو؟ السلام. السلام. نتعرف عليه. انتصار خليفة عبد الله. أبو آدم مربع أربعة. أبو آدم مربع أربعة. مستشفى مقترح إنشاؤه أو مصدق بمساحة 4500 متر في أبو آدم اسمه شنو؟ مستشفى محمد وردي لأمراض الكلى. مستشفى محمد وردي لأمراض الكلى. ناخذ إجابة. طيب متواصلين معاكم نتعرف عليه. عبد الحميد الأمين عثمان. عبد الحميد مرحب بك. من أبو آدم إني؟ آي. مربع كم؟ مربع ثلاثة. ده البيت ذات الخلفك. ده بيتكم أنتو؟ آي. السمح ده؟ آي. ما شاء الله. ضاربين جير جديد صح؟ آي. إنكم عرس ولا شنو؟ لا لا. دي حالة ما في أي حاجة. لا. ما شايفه. إن شاء الله دائما مرطبين. إن شاء الله دائما. وشغال في البيت ذاتك أنت؟ أنت ظبطت البيت ده كده جير ونا. آي. ما شاء الله. عرست ولا لسه؟ لسه. ها؟ لسه. قرب. لسه. معناته مدردق لهم بيجير والحاجات دي. تجي هربيت يومك تقول ده تعرس يقولوا البيت جاهز ما فيهوش. طيب المستشفى المقترح او مصدق انشاؤه في ابو ادم اسمه شنو؟ والله حدد المربع ما عارف. طيب ناخذ اجابه نتمناك التوفيق نتعرف عليك. ميدي سليمان محمد. ميدي؟ سليمان محمد. من ابو ادم مربع كم؟ من القلعه. 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 مستشفى الدارين يعملوا في ابو ادم مين اسمه شنو؟ الشهيد ناي. الشهيد ناي. تاخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. الرشيد محمد علي. الرشيد من مربع كم؟ من خمسه. خمسه. المستشفى اسمه شنو؟ ابراهيم شمس الدين. ابراهيم شمس الدين. ناخذ اجابه. طيب مرحبا بكم متواصلين معاكم في حلقتنا الليله من ابو ادم. سعيدين يا اخواننا نسال في مربع ثلاثه هنا. سالنا عن مستشفى مصدق انشاؤه في ابو ادم. قلنا مساحته 4500 متر مربع. قلنا اسمه شنو؟ اختلفت الاجابات والشابهات. وطبعا يا اخوان ديل بيقولوا نكته يا اخواننا. بيقول لك الزول ده غبي. وما في زول غبي، في زول بليد مهمل. يعني النازل في زول مهمل وزول متابع. يعني انا هسه مشيت المدرسه حضرت الحصص جد وذاكرتين وحليت، بجي الطيش ما بجي الطيش.
لكن لما انا عدا لعب وكوره وبيلي وشنو ما بعرف يجي الامتحانات اقول انا عارفه وديني ما عارفه ده اهمال بيقول لك فلان ده بليد وما بليد مهمل فقال واحد غبي جابوا لي جهاز بتاع كشف الكذب ربطوا لي في يده قالوا لي نحن نزالك ان جاوبت غلط كذبته اللمبه برا بتولع فاهم قال لهم هاي اللمبه ولعت بس سهل وسهل قال له فاهم قال يا اللمبه ولعت ولا بدايته منه مجدي شريف مجدي يا اخواننا المستشفى اسمه مستشفى اليرموك اول زول قال مجدي صفقه حاره لمجدي يا اخوان مبروك لمجدي جائزه مقدمه من قناه الشروق نمش العربيه ندي مجدي طيب مرحبا بكم احنا سعيدين نتواصل في محطتنا دي الفايز معانا اخونا مجدي في سؤال عن المستشفى المصدق انشاؤه في ابو ادم قلنا اسمه مستشفى اليرموك وطالما الذي عن المستشفى بنبارك لاخونا مجدي فاز معانا بتدريبين مقدمات من هاي يا اخوانا سؤال عن المستشفى ندي حاجه عن المستشفى يا اخي انت ان شاء الله ربنا ما يوديك المستشفى امين ان شاء الله دخلت العصير البارد السمح ده تشرب ما بتمشي المستشفى فاز معانا بخلاط مقدم من قناه شروق صفقوا له صفقه حار مبروك نفتح العربي صفقوا له صفقه حار يا اخوان بكم بنحييكم ونتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ابو ادم محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض طيب مرحبا بكم تواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليله من ابو ادم نحن في مربع 2 محطه جديده وسؤال جديد سعيدين بأهلنا ناس مربع 2 ونبدا بخالتنا دي وعيني للكاميرا هناك نتعرف عليك منو سؤال هين لا انا بسم الله السؤال تسمح خلاص ام النصر سيد احمد ام النصر مرحبا بك من ابو ادم من ابو ادم من ساكنه هنا ما شاء الله تبارك لا بريمر ولا ليش مارك حسك انا جبت لك كوريه شربته وين مبلول قاعد في الثلاجه يعني الجديد مرق الجديد مرق والله جاهزه والله جاهزه ويدفع الرجال منا السديش ها جاهزين لحمايه الدين ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله ربنا يبلغكم رمضان تامين لامين ان شاء الله يا امين ويحفظكم ويحفظ بلادكم ويفرحكم امين يا الله يا امين طيب انا احنا بنزعل سؤال ما عرفنا بنرجع بالخيارات ثاني بنبدا به المساجد منتشره في ابو ادم دايرين انك تورينا فيها كم مسجد اذا جاوبت غلط ثاني بنرجع بخيار ابو ادم كلها ولا مربع 2 ابو ادم كلها فيها كم مسجد ابو ادم ده كلها عاد ما بقدر اعرف غير مربع 2 ده لا مثلا كم يعني والله قدري تقديري اذا ما جاوبت ثاني بنرجع 20 25 لو لي رقم واحد خلاص 25 ما يزيد 25 ناخذ اجابه نتعرف عليك قبر دوله بشير محمد بشير من ابو ادم مني لا انا من شقيلاب شقيلاب كم مسجد في ابو ادم والله يا اخي مو متذكر يا اخي تقريبا 22 22 مسجد ناخذ اجابه نتعرف عليه بسم الله الرحمن الرحيم المهدي ابو بكر عبد الله من ابو ادم لا من مدني الجزيره مدني الجزيره بتتوقع كده في كم مسجد في ابو ادم والله حسب توقعاتي 24 مسجد 24 الغرشي ولا مسجد مسجد زين ما ناس الجزيره يا اخواننا عندهم 24 الغرشي تعرف عليه برع عبد الله محمد احمد برع من مربع كم ما من هنا من سنار سنار مدينه الاطقاط لا شريقه شريق طيب كم مسجد في ابو ادم تقريبا كده 23 23 ناخذ اجابه نتعرف عليه عادل خير محمد احمد من مربع كم حلفه جديده انا حلفه جديده مربع 2 مربع 2 كم مسجد في ابو ادم 21 مسجد 21 مسجد ناخذ اجابه نتعرف عليه شريف احمد حسن من مربع كم 7 كم مسجد في ابو ادم تقريبا 28 مسجد 28 ناخذ اجابه نتعرف عليك محمد علي احمد موسى محمد علي من وين من الجزيره ابو قوته ابو قوته كم مسجد في ابو ادم 25 مسجد 25 ناخذ اجابه نتعرف عليك غازي علي محمد مرحبا بك من ابو ادم انا من الجزيره ابا الجزيره ابا كم مسجد في ابو ادم 23 مسجد ناخذ اجابه نتعرف عليك اسم الله ابراهيم محمد احمد من وين من الجزيره الجزيره كم مسجد في ابو ادم 25 ناخذ اجابه نتعرف عليك نصر الدين عبد الرحمن مربع كم القضيه مربع 1 القضيه كم مسجد في ابو ادم 18 كده 18 مسجد ناخذ اجابه مرحبا بك نتعرف عليك فتحي عبد الله الصديق فتحي مربع كم مربع 5 5 كم مسجد في ابو ادم تقريبا 17 17 مسجد ناخذ اجابه مرحبا بك قدم جاي نتعرف عليك معك على مدين هاشم على مدين من ابو ادم مربع 11 مربع 11 على مدين هاشم
ذا على مدينة هاشم. مرحبا بك. من ابو ادم مربع كم؟ 11. 11. كم مسجد في ابو ادم؟ 15. 15 مسجد. ناخذ اجابه. متعرف عليك؟ يا هاشم محمد الحسن. مربع كم من؟ مربع واحد. مربع واحد ابو ادم. كم مسجد في ابو ادم؟ 13 مسجد. 13 مسجد. ناخذ اجابه. مرحبا بك. نتعرف عليك. صاحب رمضان باشا. ها؟ صاحب رمضان. صاحب رمضان. كم مسجد في ابو ادم؟ 18. 18 مسجد. مرحبا بك. نتعرف عليك. عمار محمدين الخير موسى ود السيد الجنيد. الجنيد مرحبا بك عمار. كم مسجد في ابو ادم؟ 22. 22. نتعرف عليك. مرحبا. السلام عليكم. نيم محمد دوبا شرق سنار. كم مسجد في ابو ادم؟ والله تقريبا 23. 23. مرحبا بك. متواصلين معك ونتعرف عليك. عوض الجدي يوسف سكن القضيعة. مسجد تزعطار. مسجد 11 مسجد. نتعرف عليك. عمار يوسف ادم. عمار مرحبا بك. مربع كم؟ مربع اربعة. اربعة. كم مسجد في ابو ادم؟ 16 مسجد. 16 مسجد. ناخذ اجابه. تواصلين معاك ونتعرف عليك. احمد محمد زين. احمد مربع كم؟ مربع ثلاثة. ثلاثة. كم مسجد في ابو ادم؟ 11. 11 مسجد في ابو ادم. نتعرف عليك. سموال محجوب محمد احمد. السموال من ابو ادم؟ مربع اربعة. مربع اربعة. كم مسجد في ابو ادم؟ تقريبا حوالي 15 مسجد. 15 ان شاء الله. مسجد. ناخذ اجابه. ماشيين. متواصلين معاك ونتعرف عليك. نور احمد اسحاق. مربع كم؟ مربع ثلاثة. كم مسجد في ابو ادم؟ 20. 20 مسجد. ناخذ اجابه. تعرف عليك. محمد موسى. محمد موسى. مرحبا بك. اسمك منو؟ انا اسمي محمد موسى. طيب اجاوب لك انا يعني؟ اجاوب لك. طيب كم مسجد في ابو ادم؟ والله يا اخي تقريبا حسبت هنا انا ما 12 مسجد. 12 مسجد. طيب ناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. طيب انا حسعيدين اخواننا نكون في ابو ادم ونسال عن المساجد في ابو ادم. وكثرة عدد المساجد يدل على العبادة ويدل على الوغار ويدل على انه ناس المنطقة ناس دين وناس عبادة وتقوى. وده شيء يفرح والله يا اخواننا. يعني لما تلقى مثلا مسجد مسجدين تلقى ناس يقول لك كم 20 بتفرح. متاحة اماكن العبادة للناس. والعبادة يا اخواننا بتربي الناس، ما بتخليك تسرق تكذب تعمل الشيء اللي بيغضب ربنا. ودي ذكرتني نقطة بتاعت حرامي. والحرامي يا اخواننا فيهم الزكي ذاته اللي بيعرف ده. قال واحد مرق من بيته لقى عربيته ما في، فتش الواطه الحله جت ما لقى العربيه، فتح بلاغ وعمل حاجاته، جه راجع البيت لقى العربيه واقفه ولقى فيها ورقه كاتب ليه والزول يا اخي انا مداسف جدا مرتي عيانه، شلت العربيه دي عشان اعالجها بها وما استاذنت منك وخدت لك تذاكر لفيلم تحضره فيلم انت والاولاد، اقبلها هديه مني وحفي لي. الزول تكيف لقى عربيته ما فيها حاجه ناقصه ومعاه تذاكر بتاعت فيلم، ساق الاولاد كلهم مشى بيهم السينما دخلوا الفيلم. وكجوا راجعين لقوا البيت البمبر ما فيه. فاضي ورقه مجوعه في الواطه كاتب لي ان شاء الله الفيلم عجبكم. ففي ناس بيذكروا انت ممكن يضيعوا عليك حقك انت منو؟ النور احمد اسحاق. يا اخواننا الاجابه 20 مسجد. صفقه لاخونا النور حاره. مبروك لك. النور مبروك عليك. جايز مقدم من قناه شروق نمشي العربي نشوف جايزه النور يا اخوان. طيب مرحبا بكم. انا حسعدين في محطتنا دي نزل عن عدد المساجد في ابو ادم وقلنا هي يا اخواننا 20 مسجد. اخونا النور جواب اجابته صحيحه وان شاء الله ربنا يديك 20 حاجه. قول امين. امين. ها 20 كثيره بس واحد ولا 20؟ قول مالك من الله كثيره. ان شاء الله تجيك 20 حاجه. تحج الاولى وتسع طاير انا معاك. قول عندك مشكله انت عندك منها خمسه. الله يديك الصحه والعافيه. فاز معانا ببوتجاز مقدم من قناه شروق. صفقوا له صفقه حاره يا اخوان. مبروك عليه. ونفتح العربيه. مبروك عليك. صفقوا له صفقه حاره يا اخوان. أبو آدم الخرطوم الجديدة مدينة الفاروق تختلف المسميات والأرض واحدة. شكرا لأهلنا في أبو آدم اللي استقبلونا بالحفاوة والطرحاب، أهل العلم والمعرفة والتاريخ والأصالة. نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بحلقتنا الليلة من أبو آدم بالخرطوم. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته. بقول لكم دمتم في أمان الله.